ميشيل حايك يتوقع رئيس ناوي على الشر واسمه ضمن مسلسل أحداثه صادمة. أخطر توقعات ميشيل حايك للعالم الليلة على قناة الأبيض. أهلا بحضراتكم معنا في قناة الأبيض وحلقة جديدة من حلقات التوقعات، واللي هنتكلم فيها النهاردة عن أخطر توقعات ميشيل حايك المتنوعة للدول العربية وأيضا للعالم. بفكرك الأول تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم، ولو انت جديد معنا ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات كلها أول بأول. هنبدأ معاكم بأول توقعات ميشيل حايك للعراق. بيتوقع تشييع جماهيري في شوارع العراق وخطوات واسعة لرغد صدام حسين وجريمة كبيرة بمطار بغداد واغتيال ديني يحرك الشارع العراق. أيضا خضة بسجن عراقي وضجيج عالمي حول الآثار العراقية. أما توقعاته بالنسبة لليبيا فبيتوقع حدث بيحبس الأنفاس على أحد مطارات ليبيا، وعملية بتتراوح بين الخطف والتغييب من الدرجة الأولى والمخطوف شخصية محورية بالمسار الليبي، ومن جديد بيلاحق الخطر أحد أفراد عائلة معمر القذافي. ومن قلب مشاهد النار والدمار راح تمتلئ الصحراء الليبية بالسياح الأجانب. القضاء الليبي يطلب النجدة. من بين الألغام بيعبر المشير حفتر مرحلة المساومة على ملف الرئاسة وعملية خاطفة لإزالة أحد المرشحين من سباق الرئاسة. بيخوض سيف الإسلام معركته الرئيسية بظهر مكشوف برغم حظوظه الكبيرة والعالية، بيبقى معدل الغدر كمان عالي. أما أهم توقعاته بالنسبة للمغرب فبيتوقع خطوات تغييرية مكثفة وجريئة بيقوم بها الملك محمد السادس، ولا يعمل للخطر حساب لأن هدفه أكبر من الخطر. السوق العقارية والحركة العمرانية إلى ازدهار، وبتضع الاستخبارات يدها على مخطط خطير يهدف إلى تدمير تركيبة الحكم المغربي. الجمال المغربي بيتكلل بالغار. رغم العاصفة بين المغرب والجزائر هنشوف بداية لنسج خيوط بيضاء بين البلدين. أما أهم توقعاته بالنسبة لليمن فبيتوقع أن بيتلقى الحوثي رسالة، وكل الرسائل أن الآتي أعظم: ظهور مفاجئ للحوثي خارج مربعه الأمني المعروف، من مرحلة مكانك امشي إلى مرحلة ساعة الصفر الحاسمة بموقع استراتيجي محدد، بين ليلة وضحاها هدية يمنية بتضج العالم وبتفتح الأبواب لمرحلة جديدة، إذا مش بصنعاء بمطرها حدث الأحداث بيقلب كل المقاييس والمواجهة وردات الفعل. اختراق في انتظار التحالف العربي لأجل اليمن. أما أخطر توقعاته بالنسبة للسودان فبيتوقع أن ما راح يبقى القصر الجمهوري السوداني وحرمه خارج المعركة، وداخله راح يشهد حدث مثير: صمود البرهان والمجلس الانتقالي واللي معاه صمود مؤقت. حمدوك رئيس الوزراء محور الأحداث بيتقبل التوقعات والواقع. اغتيال سوداني يشكل فعول رجعي لبعض نواحي الثورة. هستيريا عسكرية وبلا ضوابط في أحد شوارع السودان. انتكاسة من العيار الثقيل في أحد أيام الإعلام السوداني. أما أهم توقعاته بالنسبة للجزائر فبيتوقع أن مع كل محاولاته لتسوية العلاقة بين البلدين هنشوف آثار جزائرية على شخصية الرئيس ماكرون. الشارع الجزائري مساحة للرفض والمساءلات والانتفاضات. بتهب رياح التغيير في صفوف العسكر الجزائري، وشخصية عسكرية بتلقط الإشارة. موجة قلق حول الرئيس الجزائري. صدمة في البرلمان الجزائري وشخصية مرموقة تدخل السجن. أما أهم توقعاته بالنسبة للبحرين فبيتوقع قلق من جيران البحرين على ملك البحرين إثر بعض الخطوات. عملية خطيرة ذات صلة بسجن بحريني بتتشظى فيها رجال أمن ومساجين. بسرعة قياسية بتكون خلايا إرهابية وبتوصل لأهدافها للأسف. بيزدحم بحر البحرين بقطع عسكرية وبترافقها حالة من التأهب. عفو ملكي عن بعض الموقوفين ووجوه نسائية بحرينية من الصف الأول. تعديات على وجوه ذات صلة بالدبلوماسية البحرينية وخرق لوسيلة إعلامية. أما أهم وأخطر توقعاته بالنسبة للكويت فبيتوقع طائرة لها علاقة بالكويت بتثير الجدل، وما قصة هذه الطائرة؟ أمير الكويت بيقاوم بصلابة.
سيفوز ولي العهد الكويتي في أكثر من امتحان وبعكس النتائج. تبادر الكويت لأيام بخطوات هادفة لإزالة حواجز الغربة والتباعد بين سوريا وبعض البلدان العربية. استبعاد مؤقت لرؤوس كبيرة عن المنتدى السياسي. الماء يحاصر الكويت. يقوم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بعمل استثنائي لإظهار حقائق خلال كشف المستور. صنع المخططات من صنع إحدى الدول هدفها إثارة الفتنة في الكويت. من جديد ظهور اسم الخرافي على الساحة الكويتية وقضية قانونية ذات صلة بشخصية كويتية خارج الكويت وبتنحط أمام قرارين خطرين. هنروح بعد كده لأهم توقعاته العالمية. بيتوقع لبريطانيا موجة استقالات على أكثر من صعيد رسمي في بريطانيا، وبأفق القصر الملكي البريطاني ما بيذكر بآخر أيام زمن الليدي ديانا وكل الضجيج والصراع والغموض اللي رافقوا هاي الفترة. بتوقع كمان في إيطاليا أن الحكومة الإيطالية هتكون في مهب الهزات المتلاحقة وصمودها على المحك. سقوط شخصية إيطالية من صف الرؤساء. فجأة بتتلبد أجواء الكرسي الرسولي والغموض سيد الموقف. أما من أهم توقعاته لكندا فبيتوقع أن بتتوجه السهام صوب رئيس الوزراء الكندي وبيتلقى أكتر من إصابة. كندا راح تتظاهر، بس مش كل مظاهرات كندا راح تكون سلمية. مظاهر غير طبيعية بطبيعة كندا المعروفة والمألوفة. كورونا في ألمانيا ومتحوراتها بتفاجئ العالم. تقاعد أنجيلا ميركل ما بيبقى بسلام. مداهمة بعض المقرات الإسلامية راح تتحول لمواجهات شرسة ومعارك ما بتخلى من أضرار مادية وبشرية. حدث بيحمل صدى من برلين على كل ألمانيا. أما أهم توقعاته لروسيا فبيتوقع أن النفط الروسي راح يشغل العالم والكرملين وحرمه راح يتشظوا بمرة. أما أهم توقعاته بالنسبة لإسرائيل فبيتوقع أن رئيسة حكومة إسرائيل ناوي على الشر واسمه بيقع على مسلسل من أضخم الأحداث الغير متوقعة والصادمة. إشارات باللون الأحمر علنية بتعترض فجأة رئيس وزراء إسرائيل. جنون من إسرائيل على إسرائيل فوق المياه وتحت المياه، وكشف أول غموض بيرتبط بيه. بكده متابعينا الأعزاء نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات ميشيل هايك اللي اتكلمنا فيها عن عدد من الدول العربية وتوقعاته العالمية. بشكركم جدا على حسن متابعتكم. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة. هنستنى تعليقاتكم وأراءكم، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.